بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم بكورس الكلاسيك كنترول، خليكم ويانا بعد الفاصل. مرحبا شباب، شلونكم؟ إن شاء الله راح نبدأ بكورس الكلاسيك كنترول. الكورس راح يكون من الصفر وحتى الاحتراف. يأهلك هذا الكورس لتصميم دوائر السيطرة بكافة أنواعها بطريقة علمية صحيحة. الكورس راح يكون عبارة عن عدة حلقات، كل حلقة راح نتطرق بها على موضوع معين، وكل درس راح يكون مقسم إلى ثلاثة أقسام: الجانب النظري ومحاكاة والتنفيذ العملي. راح يكون تركيزنا على الجانب العملي بشكل أكبر. طيب ليش لازم نتعلم الكلاسيك كنترول؟ الجواب هو بكل تأكيد انه حاليا كل المجالات سواء كانت في الصحة وفي الكهرباء والنفط والماء وغيرها، اذا كنت ذات تخصص سواء مهندس كهرباء او فني كهرباء، اول شغلة لازم تتعلمها هو السيطرة، ومن بداية الدخول لعالم السيطرة هو الكلاسيك كنترول. ان شاء الله نتوكل على الله نبدي الحلقة الاولى. بسم الله، ان شاء الله راح نبدي الدرس الاول من دروس الكلاسيك كنترول. الدرس الاول راح يكون عن القواطع الكهربائية. القواطع الكهربائية كنا نعرفها هي عبارة عن جهاز يقوم بفصل التيار الكهربائي يدويا، لكن في حالات معينة يفصلها بشكل اوتوماتيكي عندما يكون التيار المار بالدائرة اعلى من التيار المصمم له القاطع. عندنا اشكال كثيرة للقاطع، من هذا الشكل وهذا الشكل وهاي الاشكال وكثير اشكال. حاليا راح نتطرق على كل شكل شنو يعني وامتى نستخدمه وشنو اسمه وشنو مميزاته. عندنا انواع القواطع الكهربائية، تقسم جميع انواع القواطع الكهربائية على اساس الحمل والاستخدام. يعني احنا القواطع الكهربائية راح نقسمها، كل انواع راح نقسمها على اساس شنو؟ اما الحمل او الاستخدام اللي انا اريد استخدم به القاطع. عندنا النوعية الاولى اللي هي الـ MCB اللي هي مانيتشر سيركت بريكر، هذا اللي هو تقريبا اشهر نوع حاليا. يستخدم هذا النوع في الدوائر الصغيرة وذات الاحمال الخفيفة مثل الانارة والاحمال الحثية الصغيرة مثل المحركات الكهربائية. طبعا الى اشكال واستخدامات كثيرة، منها هاي الاشكال وكلنا شايفيها. اكو نوعية طبعا فيز واحد، اكو نوعية تو بول يسموها، اكو نوعية 3 بول، يعني هذا يمكن ان يدخل فيه فقط اللاين، وهذا يمكن ان يدخل بلاينين او لاين ونيوترال، وهذا يمكن ان يدخل فيه ثلاث لاينات ثلاث فيزات. طبعا النوعية الاولى من الـ MCB يتقسم الى ثلاث انواع على اساس التيار اللي يتحمل هذا القاطع. لو نلاحظ النوعية الاولى والنوعية الثانية والنوعية الثالثة، لو نلاحظ بالنوعية الاولى مكتوب B32 والنوعية الثانية C6 والنوعية الثالثة D100. شنو يعني هاي الـ B والسي والدي؟ لو لاحظ على الجدول الـ B يتراوح التيار اللحظي اللي يمر بيها خمس اضعاف من خمسة من ثلاثة الى خمس اضعاف التيار الريتد. يعني هذا السويتش يتحمل من ثلاثة الى خمس اضعاف التيار المقرر اليه، من 3 الى 5. يعني لو هذا 32 يتحمل احتمال 3 × 32 امبير، يعني 96 امبير يتحمل او اكثر. طبعا هاي 96 امبير او اكثر راح تكون خلال فترة معينة. يستخدم هذا النوع اللي هو البي، يستخدم في الاحمال الاومية الخفيفة مثل الانارة والسخانات اللي ما تحتاج بالبداية الى تيار عالي. النوعية الثانية اللي هو السي، السي راح يكون اعلى، يتحمل من 3 من 5 الى 10 اضعاف التيار الريتد. يعني اساسي 6 هو التيار الفصل مالته، اذا تعدت اعلى من 6 لكن لحظيا يعني يمكن خلال فتره معينه يتحمل هذا القاطع من 5 الى 10 اضعاف، من 5 الى 10 اضعاف تيار الريتد لحظيا. يستخدم هذا النوع من القواطع في الاحمال الحثية مثل المكيفات والمحركات المائية. احنا نعرف ان المكيفات والمحركات المائية والمضخات وغيرها عند بداية تشغيلها تسحب تيار اضعاف التيار الريتد مالت المحرك اللي هو يسموه تيار الستارت. هذا القاطع يتحمل 5 الى 10 اضعاف خلال لحظة معينة.
النوعية الثالثة اللي هو الدي. الدي بعد على يتحمل من 10 إلى 20 ضعف من التيار، يعني هذا التيار ريتد مالته 100 أمبير، لكن هذا النوعية يتحمل خلال فترة معينة من 10 إلى 20 ضعف. هذا يستخدم أنت في المحركات اللي تحتاج بالبداية تيار عالي، يعني تيار بعد أعلى من العشرة، من 5 إلى 10 ضعف، يعني المضخات الكبيرة جدا تحتاج إلى تيار عالي جدا في البداية، فيستخدمون هذا النوع من القواطع اللي هو الدي. عندنا نوعية ثانية من القواطع اللي هو الـ MCCB اللي هو المولدد كيس سيركت بريكر. هذا النوع من القواطع يكون عبارة عن قاطع يتحمل التيارات الكبيرة. احنا تيار الريتد، لو نرجع للصور القديمة، تيار ريتد مثلا 100 امبير، تيار ريتد 6 امبير، تيار ريتد 32 امبير، هاي تتحمل هاي النوعية من القاطع. عندنا انواع من القاطع تتحمل فد 1000 امبير، 400 امبير، 500 امبير، 600 امبير وهكذا. هاي النوعيه من القواطع اللي هم يسموها الام سي سي بي اللي هي المولدد كيس سيركت بريكر. هاي النوع يستخدم في الاحمال العاليه، هاي الاشكال مالته، هذا الشكل الثاني ايضا، يعني اما 3 بول، هذا 3 بول او هذا 4 بول، يعني هذا 3 لاين، 3 لاينات، 3 فيز، هذا 3 فيز ويا نيوترال. عرفنا انه هذا النوع يستخدم في الدوائر ذات الاحمال العالية. النوعية الثالثة من القواطع اللي هي الـ RCD اللي هي الـ Residual Current Detector، اللي هاي اهم طبعا نوع من القواطع كلش مهم، اللي هو هذا النوع يستخدم لحماية الانسان من الصعقات الكهربائية والتسريب الارضي. هذا شكله يدخل لاين والنيوترال، يعني لاين والنيوترال، لازم لاين والنيوترال، وهذا النوع يدخل لثلاث لاينات، يعني 3 فيز ونيوترال. النوع الاخير اللي هو الـ RCBO اللي هو Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection. هذا النوع اللي هو يجمع بين نوعيتين، اللي هي الـ RCD اللي هو اللي يمنع الانسان من الصعقة الكهربائية، وبنفس الوقت هو عبارة عن الـ MCB اللي هو اول نوع اخذناه. هذا النوع راح ينطيني، يعني يجمعون ذن الاثنين بنفس المواصفات، يعني هذا النوع اللي هو الـ RCBO راح عبارة عن مواصفات الـ MCB ومواصفات الـ RCD، يعني يمنع الإنسان من الصعقة الكهربائية، وأيضا لو نلاحظ بشنو C10، يعني يجمع مال الـ A والعفو الـ C والـ B والـ D، هم بأنواع، يعني الـ C والـ B والـ D. حاليا بعد ما كملنا شرح جميع الانواع راح ننتقل الى برنامج، حاليا بعد ما شرحنا جميع الانواع راح ننتقل وبشكل مبسط لكيفية عمل القاطع بشكل محاكاة. نفتح برنامج المحاكاة وراح نبدأ نتعرف على القاطع الكهربائي. القاطع الكهربائي مثل ما اتفقنا هو يفصل التيار الكهربائي عن الحمل، وظيفته يعني يفصله يدويا. راح نتعرف عليه، راح نروح نجيب 3 فيز، هاي 3 فيز، وراح نروح نجيب القاطع، عفوا راح نروح نجيب قاطع ثلاثي، هذا القاطع الثلاثي. طبعا الرمز مالت القواطع، هاي القاطع راح يرمز له كيو، وراح نجيب نروح نجيب ماتور، نجيب هذا ماتور 3 فيز، راح نبدأ نوصل. هاي اطراف القاطع، 3 دخول و 3 خروج. حاليا راح ابدا اوصل، حاليا راح ابدا اشغل، يعني كانما انطيت تغذيه 3 فيز للقاطع. حاليا القاطع مطفي فما راح ينطي، فحاليا راح اسوي محاكاه وراح اشوف القاطع شلون راح يعمل.
حاليا القاطع مطفي والموتور مفصول عنه بتيار الكهربائي، لكن من اشغل القاطع راح يشتغل الموتور وياه، اطفى القاطع راح يطيق، اذا وظيفته هو فصل التيار عن الحمل. اذا حاليا يشتغل حاليا يطفي، وايضا عبارة عن اكو قاطع اللي هو اخذناه اللي هو اللاين واحد كما في الصورة اللي ظاهرة معكم. يعني لو نفرض هذا عندي مصباح اريد اشغله او اي حمل، فاجيب مصباح، حاليا هذا المصباح راح اجيبه، هذا السنجل قاطع يعني بول واحد، فراح يدخل اللاين، اللاين هذا اللاين، وايضا للنيوترال، هذا النيوترال راح اجيبه اربطه مباشر على المصباح، راح اغير اتجاه هذا على مود الرسم، عفوا اغيره بصيغه، تمام حاليا غيرنا، ابدا اوصل، وصل للنايم، بقى النيوترال راح اوصله مباشرة، تمام حاليا راح اشغل، قبل ما اشغل راح انطيه، قبل ما اشغل اسمي هذا كيو 1 وهذا كيو 2، تمام حاليا اشغل. حاليا مثل ما نلاحظ الثري فيز اللي هو القاطع ثلاثي اللي هو من نوع MCCB اشتغل، او من نوع MCB اشتغل. النوع الثاني اللي هو من القاطع من نوع MCB ايضا ربطنا عليه مصباح واشتغل، يعني اطفي القاطع يدوي، تمام. وايضا اكو نوعية ثالثة من القاطع اللي هو يستخدم تو بول، فحاليا راح اسميه Q3، وايضا مصدر تغذية، تمام، او عفوا مصدر تغذية قلنا اما يدخل لاينين او يدخل 3 فيز، هذا اللاينين او لاين النيوترال، هذا لاين النيوترال راح اغذي به ايضا مصباح بطريقة ثانية، عندي مصباح هذا مصباح، تمام على مود اليسار راح تمام، حاليا راح ابدا اوصل، اذا تحبون نسوي فد كورس على هذا البرنامج ايضا ماكو مشكلة. حاليا نبدا بالتوصيل، هذا النيوترال وهذا اللاين، هذا النيوترال تمام، او هذا اللاين، تمام حاليا نوصل راح نشغل، شغلنا كيو 3 اشتغل مر بي لاين والمترم، افصل راح يفصل، وهذا ايضا وهذا ايضا. الى هنا نصل وياكم الى نهاية الجزء الاول من درس القواطع الكهربائية، انتظرونا في الدروس القادمة، شكرا على المشاهدة.